رغم الخطر البالغ الذي ربما يؤثر على صحته مما سيتعرض له في حال ترجله من سيارته، إلا أن العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال ضرب بالوصايا والتحذيرات عرض الحائط لينفذ خطته التي استقل بسببها سيارته بالموكب الملكي. فما القصة؟ موكب ملكي مهيب أعد للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال حتى يتفقد شوارع المملكة الهاشمية ويلتقي المواطنين، فسماعه لشكواهم وحل مشاكلهم كان هدفه الأول في إدارة شؤون البلاد. مفاجأة لم يكن يتوقعها حال سير الموكب في شوارع العاصمة الأردنية عمان، فإذ بفئات الشعب يحاوطون سيارته ليصافحوه ويتحدثون إليه عن شكواهم. لكن رغم الدافع الذي حرك الجمهور لتعريض أنفسهم للخطر من محاوطة سيارة الملك بموكبه ووسط حراسه، إذ بالمسؤولين يحذرون الملك من الترجل عن سيارته، فربما يتسبب نزوله من المركبة في خطر بالغ على صحته، فالسماء تمطر والصقيع يكسو الأجواء آنذاك، فمن الممكن أن يتعرض العاهل الأردني الراحل للخطر حال نزوله من السيارة، لكنه لم يبالي بالأمر. وزير كان شاهداً على الحدث منذ تحرك الموكب الملكي حتى وجود المواطنين في شوارع العاصمة الأردنية عمان، فالملك رفض التحذيرات وقرر أن يلتقي المواطنين ويصافحهم بحسب وزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي. فحسين سرد الموقف كاملاً بأن العاهل الأردني في عام 1999 كان يريد أن يرى المواطنين بالشوارع، وكانت النصيحة للملك بعدم خروجه من السيارة الملكية، فالطقس كان بارداً وماطراً في ذلك الوقت، وفي ذلك خطر على صحته. لكن الحسين أوضح أن الشعب الذي يقف لاستقباله في هذه الأجواء وتحت المطر يستحق أن يخرج إليهم ويرد عليهم التحية مهما كلف الأمر، ولا يجوز له أن يبقى مختبئاً داخل السيارة. عرف عن العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال قربه من شعب المملكة الأردنية الهاشمية وتواصله مع العديد من فئاته، فقصص متنوعة رواها الكثيرون من كتاب التاريخ والسير عن حاكم الأردن الراحل. فكتاب ملك يختزل عنفوان للكاتبة والباحثة ملك التل حوى العديد من المواقف التي دلت على مدى استجابة أبي عبد الله لمطالب البسطاء في شعب المملكة الهاشمية، فنجده مرة يذهب إلى الحجز لإخراج ليث جبيلات السياسي الأردني ويعيده إلى بيت والدته ليبث في نفوس الشعب أن العفو عند المقدرة من أبرز الخصال لديها. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل سجل موقف عفوه عن الطاهي الذي حاول تسميمه مشهد يعم كل جنباته بأنه ملك وصل حد عفوه إلى تجاوز توقعات شعبه بحسب الكاتبة ملك التل. كما أن ذهابه لإخراج سجين محكوم عليه بجرم محاولة إنهاء حياته ليحضر هذا السجين جنازة والده الراحل ويتقبل العزاء ثم يعود إلى السجن ويعفو عنه فيما بعد هو أمر غريب للغاية بحسب الكاتبة والباحثة ملك التل. فبرأيكم هل ما فعله الملك الحسين من مواجهة المخاطر من أجل الشعب عزز بقاءه على كرسي الحكم لفترة طويلة؟